صباح الخير يا سنة تانية، وحشتوني كتير. النهاردة هنحكي عن قصة دانيال والفتية التلاتة. كان في ملك اسمه نبوخذ نصر. نبوخذ نصر ده طلب من المساعدين بتوعه ان هم يجمعوا كل الاولاد الاقوياء اللي شكلهم حلو، جسمهم شكله حلو، اللي متعلمين علشان يقدروا يساعدوه في ادارة البلد. المساعد بتاعه او رئيس الحرس بتاعه فعلا جمع كل الاولاد اللي شكلهم حلو الاقوياء اللي يقدروا يساعدوا الملك نبوخذ نصر في ادارة البلاد. وكان من ضمن الاولاد دول دانيال واصحابه ثلاثة. مين هم الثلاثة؟ حنانيا وعزاريا وميشائيل او ميصائيل. حنانيا وعزاريا وميشائيل او ميصائيل جمعهم مساعد نبوخذ نصر او قائد الحرس بتاعه، وطلب منهم ان هم ياكلوا من اكل مذبوح للاصنام. والله كان موصي انه ما ينفعش اللي بيحبوا ربنا ياكلوا من الاكل ده او يشربوا الخمر، ولانه دانيال واصحابه التلاتة كانوا بيحبوا ربنا قوي وبيعملوا كل وصايا اللي هو بيقولها. طلبوا من قائد الحرس ان هم مش هياكلوا من الاكل بتاع الاصنام ده او الاكل اللي متقدم للملك، ولا هيشربوا من الخمر، لكن هياكلوا من البقول اللي هي زي الفول والعدس والحاجات دي، وهيشربوا مية بس. ويديهم فترة لمدة 10 ايام ان هم بعد ما ياكلوا الاكل البقول ويشربوا المية يجي يشوفهم، لو لقاهم بقوا ضعاف او مش اقوية يتجنبهم، ولو لقاهم اقوية يقدمهم للملك. سمع كلامهم قائد الحرس وسمح لهم فعلا ان هم 10 ايام ما ياكلوش من الاكل بتاع الملك، وياكلوا بس البقول ويشربوا المية. وبعد 10 ايام كان رايح علشان يبص عليهم، بس كان خايف جدا وقلقان، احسن يطلعوا ضعاف ويبقى قوتهم قلت والملك يعاقبه علشان ما سمعش كلامه. لكن اتفاجئ قائد الحرس انه اول لما شاف دانيال والفتية الثلاثة اللي هم حنانيا وعزاريا وميشائيل او ميصائيل، اول لما شافهم لقاهم ان هم بقوا اقوياء جدا واقوى من كل الولاد التانيين اللي كانوا بياكلوا من اطايب الملك اللي هي الحاجات المذبوحة دي ومن الخمر بتاع الملك. نتعلم من كده، نتعلم من القصة دي ان احنا لازم نسمع كلام الله وننفذ الوصايا اللي هو بيقولها ونعمل ده بكل حب. الآية بتاعت القصة بتقول ايه؟ وأما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. يعني ايه؟ يعني دانيال صمم جواه ان هو مش هيخالف وصية الله ومش هياكل من الأكل اللي متقدم للملك ولا من الخمر بتاعه. دي القصة بتاعت النهارده.